أولا سمعنا منذ أسبوعين من أحد النواب في مجلسنا، مجلس النواب المنعقد بطرابلس وهو المجلس الشرعي حسب الاتفاق السياسي، أن السفير المصري اتصل به وذكر له أن مصر تفكر في دعوة أعضاء من مجلس النواب من المنعقد في طرابلس وأعضاء من الباقين الذين لم ينضموا إلى المجلس في المنطقة الشرقية التابعين لطبرق. ونوقشت هذه القضية في مجلس النواب في طرابلس ورفضها المجلس بعد نقاش كامل شكلا وموضوعا، وذكرنا أن أحد الأسباب الرئيسية أن مصر ليست وسيطا نزيها في هذه القضية، بل هي طرف من أطراف النزاع، ونحن لا يمكن أن نضع السيادة الوطنية لمجلس النواب الليبي تحت أمرة أو رهينة لأي جهة خارجية على الإطلاق. هذه بدايتها. وعندما بدأ النواب الذين ذهبوا إلى القاهرة في اجتماعهم لم يحضر أحد ولم يمثل مجلس النواب الحقيقي المنعقد في طرابلس حسب الاتفاق السياسي هذا اللقاء، واعتبرناه خروجا على الشرعية، واعتبرناه استرهانا للسيادة الوطنية لجهة أجنبية. نعم، هل كان من بين المشاركين في هذا الاجتماع أعضاء من الذين يحضرون جلسات البرلمان في العاصمة طرابلس؟ لم يذهب أي أحد مكلفا من المجلس، إن كان قد ذهب أحدهم بصفة فردية فهذا شأنه، وبهذا أمر بينه وبين من انتخبوه.